كافيين معكم عالم الصباح، ووصلنا لفقرة عاصة السلامة، وبتستقبل روى الاتصالات مباشرة على الهواء. صباح الخير. صباح الخير رولا. الحمد لله تمام. لو صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا، انت كيفك؟ تمام الحمد لله جود. في عنا اليوم اتصالات، وكمان بتحب تجيبي على الايميلز اللي بعتي لك اياهم قبل، والاسئله ما بعرف بدي افكر اذا بحب او لا. خدي وقتك ايه. اكيد بدنا نجاوب على الاسئله الايميلز وبانتظار الاتصالات. بنبلش بالايميلز؟ اوكي. السؤال الاول، كنت بلشت فيه الاسبوع الماضي بس خلص الوقت، عن التحضير للفيرست بريجننسي او للحمل، وشو هي الفحوصات اللي لازم نعملها ونحضر لها. شغلة كتير مهمة لما بده يكون في تخطيط لأي حمل، سواء أول حمل أو الثاني أو الثالث، يكون في تحضير، خصوصا إذا عم نعمل تخطيط، يعني ما صار الحمل بدون ما نحن يمكن مش مفاجئ لألنا أو بدون ما نكون متوقعينه. أول تحضير لازم نعمله أنه نكون عاملين، خصوصا إذا أول حمل، نكون عاملين كل الفحوصات اللازمة للتحضير للحمل، وخصوصا نكون شايفين إذا ماخدين اللقاحات اللي لازم ناخدها، لأنه خلال الحمل ببطل فينا ناخد لقاحات. يعني إذا ما عنا حماية من الروبيلا اللي هي الحصبة الألمانية، لازم ناخد اللقاح، ننطر 3 أشهر بعدين مسموح أنه يصير في حمل. إذا بدنا ناخد الإنفلونزا الفلو فاكسين بناخده، مع أنه علما أنه مسموح يتاخد بعد أول 3 أشهر من الحمل، لكن إذا كنا عم نخطط للحمل قريبا بالشتوية، ليه ما ناخد الفاكسين هلا قبل بوقت؟ أوكي. بعدين نشوف شو لازم ناخد بري نيتل فيتامينز أو الفيتامينات اللي لازم نحضر لها، من الجرعات الإضافية قبل الحمل، وخصوصا الفوليك أسيد، لأنه تبين أنه هي بتحمي من الخلل بنمو الطفل. فناخد فوليك أسيد، جرعات من الفوليك أسيد أكيد بنكون نسقين مع طبيبنا قبل بداية الحمل، شغلة كتير مهمة. كمان نشوف إذا عندنا أي مشكلة صحية، يعني السيدات اللي عندهم سكري، عندهم ضغط دم مرتفع، عندهم مشاكل بالقلب، بدنا نكون متأكدين أنه عاملين كنترول على هالوضع. يعني السكري مضبوط مثل ما لازم، نعرف شو التدابير اللي بدنا نقوم فيها خلال فترة الحمل، كيف بده يتغير معدل السكر بالدم، ونكون متحضرين لهالشيء. إذا عنا ضغط دم، أدويتنا كيف بدنا ناخدها، كل هالأمور، وضع القلب، أي مشاكل صحية مزمنة. بعدين كتير مهم نعمل فحص أسنان، نعمل دنتال تشيك اب. اكيد ليه؟ لانه خلال الحمل نتيجة هالتغيرات الهرمونية اللثة بتتورم اكثر، بصير في عنا احتمال اكثر لالتهابات باللثه، بصير عنا احتمال اكثر للتسوس الاسنان. فنحن لما بنعمل تشيك اب قبل الحمل، بننظف، بنعالج اي اذا في خراج باسنان، اذا في اي التهاب باللثه، اذا في تسوس، بنعالج كل شيء، لانه بعدين خلال الحمل ببطل فينا نعمل هيدا الشيء، وبنكون عم نحافظ على اسناننا سليمه، لانه بالتالي يعني بنخفف من تاثير هالتغيرات الهرمونيه على اللثه. او بعضه كله مرتبط ببعضه، فالدنتال تشيك اب شغله كثير مهمه، وحتى خلال الحمل على الاقل نروح مره لتنظيف الاسنان وتشيك اب، ما ضروري نعمل صوره، فينا يعني نقفيها. نعم. نجرب شوي، نبلش نعمل حركه، اوكي؟ يعني اذا انا ما بعمل رياضه، عظيم، ما ضروري يمكن بلش رياضه تف او قويه، لكن جرب انه امشي شوي، اتحرك، هيدي كثير اولا بتساعد على انه ما اكسب وزن خلال الحمل، وبتخليني انشط وعندي حيويه اكثر، اوكي؟ نعم. اكيد اذا كنت عم دخن بنوقفها على الاخر، هيدي بلا ما الواحد يحكي بلا مقوله، يعني بلا مقوله. كثير مهم انه اذا فعلا انا عم بخطط لحمل وكنت عم دخن، جرب وزن، ولا انه السيجاره معلي بتقطع، لا وحده حتجر وحده طبعا. وكثير دراسات بينت انه التدخين ممكن يكون له تاثير على قد يكون سهوله بالحمل، يعني ممكن يكون احد الاسباب اللي بتعيق الموضوع. حتى التدخين بياثر على الرجال، على الحيوانات المنويه، على سبيرمز، بياثر عليهم كمان، بياذيهم. فبالتالي اذا عم نخطط لحمل، الرجل والمراه لازم ما يكونوا عم بدخنوا. في سيدات بيقولوا انا اول 3 أشهر بكرهها اذا كنت بدخن، برجع بعدين بدخن. انا بقول لهم اذا قدرتوا توقفوا اول 3 أشهر كفوا معلي، لانه كثير عندها جدوى. كلها بالراس. طبعا طبعا، وبدها إرادة وقرار. السؤال الثاني كتير مهم، لأنه عن السعلة، عم بتقلي أنه عندها سعلة بتعلق عليها كل الليل، فكيف بدها تعمل كنترول لإلها؟ السعلة أول شيء ما فسرت لي إذا هي عندها جريب، يعني مريضة هلأ، ولا هالسعلة صار لها مزمنة وقت طويل. في سعلة، في أشخاص عندهم سعلة during the day، نايمين مزبوط.
هيدي بدنا نشوف سببها، ما بدنا نتركها، يعني ما في شيء انه عندي سعله وخلص بعيش معه. طبعا اكيد كل شيء له علاج ما بنعرف السبب. فهون هيدا اللي بدي اقول لها اياه للمدام اللي بعثت لي الايميل، انه اول شيء بدنا نعرف سبب السعله. اذا انت هلا عندك جريب وعم تسعلي، معروفه من الجريب، بتاخذي الدواء ابو اسبوعين ماكسيموم 20 يوم تنحل. بتروح السعله. لكن اذا عندك سعله كرونيك مزمنه بدي اشوف سببها. هل سببها حساسيه؟ هل انت عندك ربو؟ هل عندك اسيد ريفلكس اللي هي الاسيديتي او الحموضه بالمعده، اللي هي بس ننام على ظهرنا نتسطح بيطلع الاسيد وبالتالي بيعمل اريتيشن او بيعمل تهيج بهالمنطقه وبيصير عندنا سعله؟ هل عندنا مشاكل بالجيوب الانفيه؟ لانه كمان لما ننام على ظهرنا البوست نيزل دريبينج او بصير في تسربات من المنطقه الخلفيه للانف بتنزل على هالمنطقه وبتعمل اريتيشن. فانا بدي اعرف اول شيء سبب السعله، ثانيا بدي اشوف شو التغيرات اللي بدي اعملها بحياتي. يعني اذا كان عندي ريفلكس اوكي اللي هي الحموضه او المنقله بالعربي التقنيا الاسترجاع اللي هي بترجع الاسيديتي الحموضه للاعلى، اي ممكن نعلي راس التخت، يعني ارجل التخت لميله الراس بنحط بلوك خشب 5 سنتي على الجهتين. اي اكيد جهاد. صباح الخير. الو بونجور، يا اهلا وسهلا. صباح الخير. اهلا جهاد تفضل. صباح الخير. اهلا عم نسمعك. صباح النور. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. جهاد العريضي سترو، كيفي؟ اهلا جهاد، كيفك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله. علي لي صوتك شوي بس بليز، او ما بعرف علو لي الصوت. ست روى، انا بدي احكي لك شغله عن خارج موضوع بتحكيه حضرتك. تفضل. انا عندي اعاقه، بتعرفي حضرتك الموضوع. نعم كنت حكيتني قبل. صح. وتعرضت لمشكل بالضيعة عنا، واكلت تصيبي بالقاتل بالخبيط. اوف. فحابب من حضرتك وين بتوجه، شو بعمل؟ اتصلت بقوى الامن الداخلي ما حضرت، اربع مرات ما حضرت علي، وبدي اعرف انا وين بدي اتوجه، عند اي، وين بدي اشتكي، يعني مين بدي احكي؟ نعم. وليه صار هيك؟ اتحاد معوقين ما بعرف لي كمان، ما حدا ما ردوا عليك؟ يعني المعوق بهالبلد شو له؟ اوكي حكيت مع اتحاد معوقين ما ردوا عليك؟ لا ما دقيت، ما في حدا. طب جربت تحكي مع وزاره الشؤون الاجتماعيه؟ لا وزاره الشؤون الاجتماعيه، مع انه انا موظف في وزاره الشؤون الاجتماعيه. نعم. ايه انا موظف بالشؤون، بس ما والعتاد علي، انا ما حكيت معه ولا اي كلمه، وقفت. طيب. تطلع معي حدا عن الطريق تعض علي بالخبيط وبالثبات وبالهيدا. الجماعه منحوا الشيد الكاميرا اللي عندهم بالمحل قدام المحل، خلوا بس من انا عملت رد فعل. طيب جهاد، اول شيء الحمد لله على سلامتك. اكيد اكيد. وخلينا بنحكي تحت الهواء، بقول لك شو فينا نعمل بهالموضوع، على الاقل يعني توصل صوتك وتوصل الحادثه اللي صارت معك. أكيد. يعني على سلامتك. والحمد لله على سلامتك. على كل حال روى، نحن خلص وقتنا، بدي اتشكرك. شكرا لك. نتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعدها بنكون اكيد مع عالم الصباح.